عشان ديال مدينتي اللي هي الفخر واللي هي الشرف انني نكون دائما متواجده ودائما سنحضر فيه. ومن هذا المنبر سنبغي نشكر وزاره الثقافه اللي كتساعد الشباب خصوصا اللي كيحافظوا على الموروث الثقافي ديال العيطه. كنبغي نشكرها حيتاش دعماتنا وعطاتنا فرصه نبينوا المواهب ديالنا. ديالي في فن العيطة هي الأستاذة مرحومة رحمها الله فاطمة بنت الحسين اللي كان اعتبرها قدوة ومدرسة ومرجع الله يرحمها ويصلها. أنا لي الشرف أنني نكون خليفة ديالها ولي الشرف أنني نكون نأدي فن العيطة اللي افتقدناه دابا في هذا العصر. ديالي كيف ما كيشوف الجمهور كامل بان العيطة في هذا العصر افتقدناها، وانا الوحيده اللي في الصوت النسوي اللي تندير خلف ديال العيطة الحسباويه. وكنتمنى من الجمهور من الشباب انهما يراجعوا ويتصنتوا لهذا الموروث لانه راه بصح ماشي ساهل وافتقدناه في هذا العصر ديال دابا. وشكرا. تبارك الله جمهور المسفيوي راه غني عن التعريف. تبارك الله راه ولاد اسفي معروف عليهم نشاط ومعروف عليهم كيتصنتوا العيطه، وتحيه لهم كاملين. وانا كنحماق على الجمهور كامل ولكن الجمهور المسفيوي عنده واحد المعزه خاصه في قلبي. هاد المنبر نبغي نشكر كاع الشيوخ، كاع الشيوخ ديال العبده كاملين كنقدم لهم الف تحيه، وكنقدم تحيه ايضا للباحثين. وكنبغي نترحم من هاد المنبر على الباحث الاستاذ الراحل محمد بوحميد اللي كيرجع ليه الفضل في هاد التراث. كنبغي نشكر حتى المجموعه ديالي اللي كترافقني وكتساندني، وكنبغي نشكر جهه 24، وشكرا لكم كاملين، تحياتي لكم كاملين.